امر مع الجماع، اتدرج معهم الى بيت الله بصوت ترنم وصوت حمد جمهور معيد. لماذا انت حزينة يا نفسي ولماذا تئنين في داخلي؟ وانت بتطلع لربنا ليه تحزن؟ ليه تتضايق؟ بدأت بصرخة. اذا كنت بتصرخ ارجع للسابقين، ارجع للخبرات القديمة. عشان كده الخبرة نجدها في الدرجة الثانية من اول كلمة، ارفع عيني الى الجبال. طب ليه ما بيقولش ارفع عيني الى الجبل؟ لا، الى الجبال. كل جبل في جبال اسرائيل يعتبر مدرسة ويعتبر درس. عايز تتعلم الطاعة، ارفع عينيك الى جبل المرية حيث تجد ابراهيم يقدم ابنه اسحاق محرقة. عايز تتعلم انك ما تعرجش بين الفرقتين، اصعد على جبل موسى، اسف جبل ايليا، حيث قدم انبياء البعث، جبل مفترق الطرق اللي قال لهم ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاعبدوه. جبل موسى، جبل الوصية، جبل التجربة، حيث استطاع المسيح ان يجرب من ابليس وينتصر. جبل التجلي، جبل البركة، حيث قدم الخمس خبزات والسمكتين. جبل الموعظة المعجزية، او معجزة الكرسي الالهي، ملكوت السماوات. ولما رأى الجموع صعد الى الجبل وجلس. في جبال كثيرة، وقمة الجبال جبل الجلجسة، حيث علق الرب على خشبة الصليب. رفعت عيني الى الجبال. بص في الجبال الماضية، انت خايف؟ بص في الجبل اللي بصله جحزي لما كان خايف وبيقول لأليشع ان العدو هيقدر علينا، قال له اكشف عن عيني الفتى، فرأى الجبل مملوء بالمركبات الملائكية. فقال له أليشع: إن الذين معنا أكثر من الذين علينا. رفعت عيني إلى الجبال، من حيث يأتي عوني. المعونة من فوق. العيب اللي فينا إن إحنا بندور عن المعونة تحت. عمر ما الأرض تدي معونة. لا امتلاك الارض يدي معونة، ولا امتلاك المال يدي معونة، ولا امتلاك الجاه والرجال يدي معونة، ولا حاجة من ده كله يا احبائي تدي معونة. مفيش معونة من ده كله، مفيش معونة. المعونة من فوق. فين سر قوتك؟ سؤال اسأله لك. هل سر قوتك فوق الجبال، ولا سر قوتك في جيبك، ولا سر قوتك في خزنتك، ولا سر قوتك في ممتلكاتك، ولا سر قوتك في ناسك؟ ارفع عيني الى الجبال، من حيث يأتي عوني. المعونة من فوق. لما تتقفل في وشك ببان الارض كلها، بص لفوق. ايوب يتكلم على ربنا ويقول له: انا مش لاقيك، بحثت عنك في الشرق فلم اجدك،
غربا فلا أثر لك، شمالا فلا أراك، جنوبا فلا أثر أيضا. والقديس يوحنا ذهبي الفم يتأمل في الحتة دي ويقول له كنت مخطئ يا أيوب حينما نظرت إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب ولم توجه نظرك إلى أعلى. إذا نظرت إلى الماضي فوجدت مؤلم، ونظرت إلى المستقبل فوجدت مظلم. يكفيك أن تنظر إلى أعلى وأنت تستريح. رفعت عيني إلى الجبال. حلوة الرفعة، ناس جاية تبص لفوق مش تبص لتحت. تحت نزول، الخطية نزول. تصوروا كده لما جه يتكلم عن الرجل الخاطي يقول لك انسان نازل من اورشليم الى اريحا، ابن ارملة نايين نازلين بيه يدفنوه، يقول لك الكتاب وكان يسوع صاعدا ومعه تلاميذه. الميت نازل لكن رب الحياة صاعد. تمشي بركاب مين؟ ابن ارملة نايين معاه جمع كتير، والمسيح معاه جمع كتير. يا ترى انت من انه جمع؟ من الجمع اللي طالع لفوق ولا من الجمع اللي نازل لتحت؟ من الجمع اللي ماشي ورا الدنيا الميتة ولا من الجمع اللي ماشي ورا المسيح رب الحياة؟ من انه نوعية انت؟ تجاوب، جاوب بينك وبين نفسك. رفعت عيني الى الجبال، من حيث يأتي عوني؟ معونتي من عند الرب. صح، الرب يعين، يعين. الرب يقدر، يقدر. غير المستطاع عندك مستطاع عنده. في الوقت المناسب يظهر الله. معونتي من عند الرب. كتير يا احباء، كتير الانسان بيتشكك في وعود ربنا. كتير الانسان يقول له فينك يا رب؟ كتير من الناس يقولوا له فينك يا رب؟ انت تخليت عننا؟ انت سبتنا في وسط المشكلة؟ وخصوصا المشاكل لما بتيجي، بتيجي جماعات كده ورا بعض، فتبص تلاقي الانسان ضيقت عليه من كل ناحية، يقول الظاهر ربنا نسينا. ابدا، ما ينسكش لحظة. في ضيقهم تضايق، ما نسيش ابدا يوسف، ما نسيش ابدا تلك فتية. لكن هو ربنا عايز يتمجد، هو بيسيبك فترة عشان يتمجد اكتر. يحموا الاتون وربنا ساكت، يبص نبوخذ نصر ويقول لهم حموه مرة تاني وربنا ساكت، وثالث ورابع وسابع. ايه رب؟ سبت النار لغاية ما بقيت 7 اضعاف، ما ظهرتش ليه في الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ ما ظهرتش ليه؟ ما مدتش ايد المعونة ليه؟ بقى انا لو انقذتهم ودرجة الحرارة 35 افضل، ولا انقذهم وتكون درجة الحرارة تاكل اللي على الهبو بتاعها، ياكل اللي يقربوا اكتر؟ ان هو الانقاذ. دي النار اكلت اللي جم يرموهم من شدة اللهيب، اللي جم يرموهم اكلتهم النار، الاتزان بتاعهم الحرارة كلتهم. لكن سابهم لما نزلوا لغاية القاع، لما يبص البشر ويقول دول انتهوا. انتهوا في نظر البشر، لكن في نظره هو كان منتظر تحت. اتلقاهم. دي حفرة، حفرة. التاريخ بيحكي ان الاتون بتاع نبوخذ نصر
كان عبارة عن حفرة معمولة عميقة للنيران في وسط الاستاد اللي كان عامله بيتفرجوا عليه. فبيقولوا ان الجون بتاعها لتحت حوالي 30 متر، 30 متر بين الجبال. ده انت لما ترمي واحد 30 متر يعني كم دور، كم سكن، معرفش احسبها. تلاتة، لو حسبنا 3 متر بس يبقى 10 ولا 9، 9 ادوار. ارمي واحد من 9 ادوار مش نار ولا حاجة، دي لو النار ما كلتوش يتكسر، ودول مربطين مش هينزل على ايديه ولا رجليه. لكن نبوخذ نصر يبص كده في النار يقول لهم يا جماعة انتوا رميتوا كام؟ رمينا كام؟ ما انت قاعد، معلش يمكن نظري خاني، انا صحيح شفتكم رميتوا 3، هما 3، لا انا شايف 4 محلولين. حلوة كلمة محلولين، يعني النار ما كلتش غير الحبال اللي ربطاهم بس، لكن حتى ثيابهم لما خرجوا ما فيهاش ريحة الدخان ولا السخونية ولا اي حاجة من ده كله. انا شايف 4 محلولين، 3 هم اللي انا شفتهم، بس الرابع كتر خير الراجل على قد تعبيره، قال انا شايفه شبيه بابن الالهة. الراجل ده الظاهر ابن اله، ابن ملوك، شكله كده يوحي انه مش زي البشر. الرابع اللي في وسطيهم عليه جمال ما يوصفش، جمال لا يوصف اللي شايفه ده، ابن اله بالضبط كده، مش ممكن يكون ابن بني ادم ده ابدا. الرابع شبيه بابن الاله، اهو ده سر المعونة من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. ما احسن واحد يقول رفعت عيني الجبال ويسكت ويجينا عوني، نقول طب ويه يعني، ما تبص لفوق ما في معونة من فوق. معونة ايه؟ الشيطان، مش اسمه رئيس سلطان الهواء؟ ما الشيطان ماسك مملكة الهواء، والشياطين فيهم علويين وفيهم سفليين، في كده وفي كده. لا ده انا رفعت لفوق قوي قوي الى سماء السماوات، معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض، صانع السماوات والارض المتحكم فيها. ومدام هو الصانع يبقى هو المصلح، مدام هو الصانع يبقى هو المصلح. واحد كان وارث عود عن جده، بس للأسف العود الأوتار بتاعته متقطعة، مفيش غير وتر واحد والخشب متاكل. فحب يصلحه، كل ما يوديه لواحد يقول له ده ما يتصلحش، ده ما يتصلحش. لكن فجأة جه راجل كبير عجوز وقال له هات العود ده. قال له هتعمل ايه؟ قال له هصلحه لك. فخد العود وصلحه ورجع العود لحالته الطبيعية. قال له ده انا دخت 7 دخات والف بيه على الدنيا كلها محدش عرف يصلحه، ازاي انت عرفت تصلحه؟ قال له بسيطة، لاني انا صانع هذا العود، انا اللي صنعته. يبقى محدش يقدر يصلح الحاجة اقوى من مين؟ من صانعها، من المؤلف بتاعها. عشان كده بيقول له رفعت عيني الى الجبال يأتي عوني من عند الرب. الرب ده ايه؟ قوته ايه؟ صنعته ايه؟ خالق السماء والارض. يعني لو الحل بتاعك سماوي هو خالق السماء، لو الحل بتاعك عايز يتحل برضه من الارض هو برضه خالق الارض. يعني عنده حلول فوق وعنده حلول تحت، يقدر يحلها بالارضيات يقدر، ويقدر يحلها بالسماويات يقدر، يقدر قوي يحلها بالسماويات. يبعث ملاك، ظهر الملاك ليوسف قال ليوسف خد الصبي وامه واهرب لارض مصر لان هيقتل الطفل. ده حلها بايه؟ بالسماويات. طب
طب يقدر يحلها برضه بالارض؟ يقدر يحلها. عايز المسيح يتولد في بيت لحم، ما ظهرش الملاك ليوسف وقال له خد مريم عشان تولد المسيح في بيت لحم. لا، حلها ازاي؟ خلى القيصر اغسطس قيصر يقعد يفكر، يا ترى انا مسيطر على كم بلد والشعب بتاعي قد ايه؟ يلا صدر قرار يا جماعة اعملوا اكتتاب في كل البلاد عشان اعرف الدولة الرومانية استعبدت كم واحد، كل واحد يروح بلده عشان يكتتب، ويصدر قرار من اغسطس قيصر بالاكتتاب وكل واحد يروح بلده علشان يوسف ياخد مريم ويروح بلده، وتكون الدنيا زحمة ما يلاقوش حد يتولد فيها المسيح، فتضطر تولد في ايه؟ في مزود البقر جوه هناك في الحوش، وتتم النبوة اللي تقول الرب يعد في كتب الشعوب، اكتتب يسوع في كتب الشعوب. حلها، خلى المسيح اتولد، بس الحل كان حل ايه؟ ارضي. ارضي، يحل سماوي ويحل ارضي. لما همان حب يبيت مردخاي ربنا حل حل ارضي، راح يعد صليب لمردخاي، وبعدين يحصل ايه؟ يجي قلق للملك ويقول لهم انا مش جايني نوم الا لادي، الان زهقان، هاتولي سفر الاخبار، اقروا لي الاخبار، اقروا لي حاجه تشغلني. فجابوا الاخبار وقعد يقروا. ايه عمل ايه مردخاي؟ من 20 سنة، من 20 سنة كانوا جماعة عايزين يقتلوا الملك، ومردخاي عرف، راح بلغ الملك وقال لهم في جماعة يا مولاي هيعملوا مقلب عليك ويقتلوك، فالملك مسكهم ومسكهم متلبسين وقتلهم. وفين المكافأة بتاعت مردخاي؟ مفيش مكافأة، نسيها، انتظر اسبوع ان يبعت له مكافأة، مفيش، شهر يبعت له مكافأة، مفيش، سنة، سنتين، 15، 20، خلاص. ما احيانا الواحد فينا بيقول لي يا رب انت نسيت تكافئني ليه؟ ما نسيتش، انا مأجل لك المكافأة للوقت المناسب، ما انا لو اديتها لك في ساعتها انا محتاج لها في الوقت الفلاني. انا نسيت الملك، لازم تعرف كده، المعونة ما عند الرب بتيجي في الوقت المناسب. لازم تثق في ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. معونتي من عند الرب خالق السماء والارض. يقروا له حصل كذا وكذا وكذا، الرجل ده اللي انقذني صحيح، احنا ما ادينالوش مكافأة؟ قالوا له ابدا. ازاي تفوت علينا دي؟ ازاي واحد ينقذ حياته وما نكافئوش؟ لسه فاكر يا احشاويرش؟ لسه فاكر المكافأة بعد 20 سنة؟ اصل قلب الملوك في يد الله كجداول المياه. الملوك والرؤساء اللي بتشوفهم دول اللي يقول لك انا وانا وانا وانا، قلبه في ايد ربنا زي جدول المية. جدول المية يعني ايه؟ زي سرسوب مية، يعني تعمل له بصبعك كده خط يمشي كده، تعمل له بصبعك خط كده يمشي كده، ده في يد الله، ده في يد الله. عشان كده خليك مطمئن، زي ما بيقول ارميا النبي في مراسي 3، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ مين ده اللي يقول والرب ما امرش؟ اطمن، ما هو انت جاية من فين؟ من قاضي؟ من محافظ؟ من وكيل وزارة؟ من رئيس جمهورية؟ من سكرتير الامم المتحدة؟ من اله هذا العالم؟ ابدا، معونتي من عند الرب خالق السماء والارض. لك المجد يا رب. هل تثق في هذه الآية؟ هل تثق في هذه الآية؟ لا يدع رجلك تزل. شوف، مش ممكن يخليك تزل، لا يدع رجلك تزل. تزل يعني ايه؟ يعني تضيع. يسمح لك بالوقوع لكن ما يسمح لكش انك تزل تضيع.
الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. التجربة مش فوق الاحتمال، لا لا، تجربة تتألم لا يجعل رجلك تزل، لا ينعس حافظك، ما بينامش، اللي حافظك ما بينعسش، لا ينعس حافظك. لو كان ربنا ينعس، لو كان ربنا ينعس يبقى خلاص تحزن على نفسك وتتضايق، لكن ربنا ما بينعس، وفي نفس الوقت ما ممكن ما ينعس وعينه بعيد عنك، لا عينه عليك من اول السنة الى اخرها، لا ينعس حافظك. لما كنت في الصعيد من اسبوعين سمعت قصة عن واحدة ست غلبانة فقيرة بتحب المسيح، بس عجبتني، عجبتني قوي. بيقولوا جوزها عنده ربع فدان طين، وبعدين كان زرعه قمح، وبعدين بعد ما زرعوا قمح الست دي بنت الكنيسة قوي، وبعدين القمح يتحصد ويعملوا جرن، وهو عامله جرن في وسط الاجران، قامت حريقة في الاجران اللي حواليه، خدت الجرن بتاعه على الاخر، خدت الجرن بتاعه على الاخر. وبعدين سمعت هي قاعدة جوه، بصت لقيت جوزها جاي شايل طين على راسه وبيصوت في الشارع وبيقول يا خراب بيت. فقالت له مالك؟ قال لها القمح كله ضاع. فطلعت تجري، طلعت لفوق وراحت لبست اسود، لبست اسود ونزلت تصوت. هو شابة لابسه اسود وبتصوت، افتكرها اتجنن، بيقول لها ايه اللي بتعمليه ده؟ قالت له اصل ربنا مات، تعالى نعدي، ربنا مات تعالى نعدي. قال لها انت اتجننتي في عقلك؟ قالت له لا ما اتجننتش، ما انت لو عارف ان ربنا حي ما كنتش شلت الطين على راسك، هو الجرن هو اللي بياكلنا ولا ربنا هو اللي بياكلنا؟ واعطي الدرس لقرية كاملة، درس حي، درس حي، حبيت تديهوله عملي. راجل بيبكي على الزرعة بتاعته وهي تقول له تعالى نعزي، ربنا مات. لا يدعك تزل، لا ينعس حافظك، انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل، حافظ اسرة ايل، حافظ أسرة الله، حافظ أولاد الله، لأن كل الذين قابلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا إيه؟ يعني إسرائيل، أبناء الله، يعني إيه؟ إسرائيل الجديد. حافظ إسرائيل. لما إحنا يا وحشين بنحافظ على أولادنا، هو مش هيحافظ على أولاده؟ ياما احنا يا انانيين بنطلعها من بقنا ونديها لاولادنا، لما احنا اللي قلبنا اسود بنلبس مقطع ونلبس اولادنا احسن لبس. كم وكم بالحري ابوكم الذي في السماوات، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. شوف يعني ايه عن يدك اليمنى، يعني ظل الله احسن من ايدك اليمنى. ايدك يعني ايه؟ اقوى ما فيك، اقوى ما فيك، اعظم ما فيك، ظل ربنا افضل من اقوى قوة فيك. يدك اليمنى، عن يعني بديل. الرب ظل لك عن يدك اليمنى، يعني بدل ايدك اليمنى. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الشمس تضرب بالنهار والقمر يضرب بالليل،
في حاجتين بيضربوا، شمس بالنهار، شمس ايه؟ شمس التجارب. طب والقمر؟ الاحلام والهلوسة والفكر الوحش بالليل. القمر بالنهار الخطايا الفعلية، الشمس بالنهار الخطايا الفعلية، والقمر بالليل الخطايا الفكرية. ما هو انت بالليل نايم بتجيلك خطايا، وانت نايم على السرير وانت بتفكر وانت نحسان نتيجة انك سايب حواسك تتجول يمين وشمال، فبتيجي كلها على طريق احلام. واحد يقول لك، يقوم يقول لك انا حلمت ان انا اتخنقت مع فلان، وفلان ضربته، وفلان ضربني، وفلان عملت معاه، وفلان كذا وفلان كذا. زي ضربات ايه؟ القمر بالليل. لا تحرقك الشمس بالنهار، يعني في النهار ربنا يضلل عليك وما يخليش الشمس تحرقك، ما تقعش في خطايا فعلية، وبالليل يحميك وما يخليكش تقع في خطايا فكرية. وبعض الاطباء بيقولوا ان فعلا في ضربة شمس وضربة قمر. بيقولوا ضربة الشمس بتجيب الحمى، بتجيب الحمى. لما واحد تاخد شمس بيسخن وبيجيله ايه؟ حمى. طب والقمر بالليل بيجيب مرض الصرع. مرض الصرع في الجسم بيجي نتيجة ايه؟ التعرض للقمر كتير في ليلة 14 اللي هي في عز قوتها. ده كلام اطباء معرفش مدى صدقه، لكن انا قريته في احدى المجلات. لكن التفسير الروحي، لا تضربك الشمس بالنهار الخطايا الفعلية، ولا القمر بالليل الخطايا ايه؟ الفكرية. وبعدين يقول له ايه؟ الرب يحفظك من كل شر. الرب يحفظك من كل شر. ما تخافش، ما تخافش، ده انت ليك تأمين. عارف لما تكون انت محطوط في حفظ حاجة، مين اللي يتحاسب؟ مخزن قمح، مخزن فلوس، وحطيت عليه حراس واتسرق، مين اللي يتحاكم؟ الحارس. اتحارس، ركز على اللي حافظك. الرب يحفظك من كل شر. الرب يحفظ نفسك. النفس صعبة دي، هي سبب المشاكل. هو اللي هيحفظها، هو اللي هيقف رقيب ليها ولتصرفاتها. الرب يحفظ خروجك ودخولك، مش دخولك وخروجك، لا، الرب يحفظ خروجك ودخولك. لازم الخروج الاول والدخول الثاني. سفر الخروج يسبق سفر يشوع. سفر الخروج خروج من ارض العبودية، وسفر يشوع دخول الى ارض ايه؟ كنعان. الرب يحفظ خروجك من العالم ودخولك في حظيرة المسيح. الرب يحفظ خروجك ودخولك. لما تخرج من العالم، لما تترفض من العالم، تدخل في معية المسيح. فاكرين المولود اعمى؟ لما اخرجوه خارج المجمع وطردوه، يقول الكتاب فوجدوا يسوع خارجا. اهو خرج، حب المسيح بقى يعمل ايه؟ يدخله، بس مش يدخله لمجلس السنهدرين يقول لهم يا جماعة سامحوه وارضوا عنه ومعلش غلط ورجعوا تاني. لا، قال له سيبك من الجماعة دول، قال له تعالى اتؤمن بابن الله، انا هدخلك في دايرة جديدة، دايرة المسيح. اتؤمن بابن الله؟ فرد عليه وقال له ايه؟ اؤمن يا سيد. فقال له انا هو، وبعدين سجد له. الرب يحفظ خروجك. انت خرجت يوم ما وقفت وجحدت الشيطان وقلت له اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك النجسة، فخرجت من العالم وديت ظهرك للعالم. ويحفظ ايه الرب بعد كده؟ دخولك. لما قلت اعترف لك ايها المسيح الان، ما هو ده بجحد الشيطان. الاول نبص للغرب ونطرد العالم، نخرج منه، وبعدين نبص للشرق ونؤمن بمين؟ بالمسيح إلهنا
علشان ندخل في المعمودية ونكون دخلنا في خبرة القديسين. الله قادر ان يحفظ حياتنا ويباركنا ويمتعنا به ويحفظ خروجنا من العالم ودخولنا في الايمان. له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين. تفضل انصر. والابن والروح القدس اله واحد. امين. المزمور 130 مزامير المصاعب. بركاته فلتكن معنا. امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعاتي. ان كنت تراقب الاثام يا سيد، يا رب يا سيد من يقف؟ لان عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح، اكثر من المراقبين الصبح ليرجو اسرائيل الرب، لان عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي اسرائيل من كل اسامه. هللويا. والسبح لالهنا دائما ابديا. امين. مع 15 يوم العذراء مريم، مع ترانيم المصاعد، نوصل للدرجة 11. واحنا قلنا ان الدرجات اللي بتوصل للهيكل هم عبارة عن 15 درجة، واللي بنى الدرجات دي احاز الملك. حضراتكم عارفين ان اليهود لما كانوا يصلوا كانوا يتجهوا لناحية ايه؟ الغرب، عكس الكنيسة بالضبط. الصلاة عند اليهود اتجاه لناحية الغرب، وما دام اتجاه ناحية الغرب يبقى الباب من ناحية ايه؟ الشرق. يبقى السلم من ناحية ايه؟ الشرق. لما مرض حزقيا الملك وكان زعلان وقال ربنا انا خلاص هموت، وادى وشه للحيط وادى ظهره للتاج والكرسي وزعل وحزن، فقاله ربنا قال له عايز ايه؟ قال له انا خدمتك وفي الاخر تاخد حياتي واموت، انا خايف من الموت. قال له خلاص انا هضيف لك لعمرك 15 سنة، لما تلاقي الشمس ترجع 10 درجات بحسب درجات احاز، عشان تفهمها. اديك فهمت. الشمس بتطلع من الشرق، فاول ما تطلع تنزل على الدرجة ايه؟ ها؟ اول ما تطلع الشمس تنزل على الدرجة ايه؟ الاولى فوق، وتفضل نازلة 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 10 درجات. فربنا خلى الشمس بعد ما طلعت نزلت تاني، اترفعت 10 درجات. فما دام 10 درجات يبقى يعني ما كملتش الدرجة 11. اشمعنى الدرجة 11؟ مع ان مدام ربنا، واحد يسأل سؤال، مدام ربنا هيمدله عمره 15 يوم كان يخلي الشمس ترجع كم درجة؟ 15 درجة. لا، ربنا يقول له ترجع 10 درجات. لا، اصل لو الشمس وصلت للدرجة 11 يعني معناها وصل للموت، لان المزمور ده مزمور الموت. وفي العهد القديم ما دام الواحد وصل للموت يبقى انتهى، عشان كده يقول المرنم ادبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني. لكن العهد الجديد اصبح الموت ما يخوفش. لذلك لما جه السيد المسيح عمل اكتر من اللي عملوه السابقين قبل ما يموت حزقيا غيره غيره، لكن ده ساب لعازر بعد ما مات ب4 ايام وبعد كده ايه؟ قومه.
فاذا كان قال في العهد القديم ادبا ادبنا الرب والى الموت لم يسلمني، لكن اقول انا بالنسبة لعمل المسيح ان للسيد الرب للموت ايه مخارج، يقدر ربنا يخرجني. وبيسموه مزمور الموت علشان كده ابتدأوا بيه صلاة النوم في الكنيسة. لو واحد فيكم بيقرأ صلاة النوم يلاقي اول مزمور في صلاة النوم اسمه ايه؟ من الاعماق. والنوم ليه؟ لان النوم بيسموه الموت الصغير ورمز للموت الكبير ورمز الموت الخطية. تعالوا مع بعض نقف على الدرجة دي شوية ونفكر في اللي بيقوله المرنم. بيقول ايه؟ من الاعماق صرخت اليك يا رب. العالم بيشبه بالبحر، وشرور العالم بتشبه بالامواج والهدير، وشهوات العالم بيشبهوها بالدوامات اللي تلف الانسان وتدوخه وتنزله في العمق. علشان كده لما يجي يتكلم عن العالم يشبهه دايما الكتاب بالبحر، وسط البحر الهايج وانا ساير، لان العالم بحر. والعالم ليه قانون زي قانون البحر، قانون البحر ان الكبير ياكل الصغير، ده قانون البحر من غير اي حاجة من غير اي مشكلة، الكبير يبتلع الصغير. وده بنشوفه فين؟ في العالم، كل واحد عايز يطلع يمتص دم التاني وعايز ياكله وعايز يضيعه. علشان كده بيقول الكتاب المقدس ان في السماء مفيش حاجة اسمها بحر، يقول لك والبحر لا يوجد فيما بعد، رأيت سماء جديدة وارضا جديدة والبحر لا يوجد فيما بعد. مفيش اكل، مفيش نهب، مفيش سرقة، مفيش طمع، مفيش حقد، مفيش شهوة، مفيش حزن، مفيش الم، مفيش مرض، مفيش حاجة من ده كله. تصور نفسك كده الليلة وانت قاعد وراجع ماضيك، تتكسف، تلاقي ان الشيطان لعب بيك وذاتك افترستك وشهواتك كبلتك بسلاسل والخطية خلت عندك يأس وضياع، وبالاختصار بقيت في اعماق البحر. بيقول لك ما تخافش، نادي ربنا وقول له من الاعماق صرخت اليك يا رب. انا بصرخ لك من الاعماق، من اعماق القيود اللي مقيداني، من اعماق الاغلال اللي مربطاني، من اعماق الغضب والنرفزة والكذب اللي مسيطر عليا، من اعماق العادات اللي امتلكتني ومش قادر اتخلص منها. من الاعماق صرخت اليك يا رب، صرخة خاطي، صرخة خاطي بيصرخ من الاعماق. من الاعماق صرخت اليه، من اعماق التجارب اللي محوطة بيا. الانسان لما هيقعد يشكو همومه الهموم بتطفي فوقيه ويطلع مغموم، لكن بدل ما تشكو همومك للناس حس انك انت وصلت للقاع، يعني وصلت للغرق، يعني اصبح مفيش انقاذ، لكن يوجد المنقذ اللي يقول لك اصرخ ليا وقول لي من الاعماق صرخت اليك يا رب. من اعماق قلبي صرخت اليك يا رب. انا مش بصرخ لك بلساني، في ناس تصرخ طياري،
لكن ربنا يحب العمق، وكل ما يكون العمق شديد كل ما ربنا يتمجد اكتر، كل ما ربنا يتمجد اكتر. لعذر يعيا يسيبه، يموت يسيبه، يمضي يوم واثنين وثلاثة واربعة يسيبه. ايه يا رب؟ سبته لغاية ما وصلت الروح لاعماق الهاوية عشان اثبت لكم قدرة الله، قدرتي، قدرة الاب العاملة في الابن. من الاعماق صرخت اليك يا رب، اصرخ لربنا قل يا رب انا عايزك مد ايدك، مدلي حبل الانقاذ، ارفعني من التيارات، من الامواج، من الدوامات اللي دوختني ونزلتني تحت، من الظلمة اللي انا عايش فيها. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب اسمع صوتي. هو ربنا ما بيسمعش؟ لا بيسمع. طب ليه بيقول له يا رب اسمع صوتي؟ لان في الواقع في احيانا المكالمة بتدخل فيها شوائب تعيق ان المكالمة تتم، زي ما بيقول ان راعيت في قلبي اثما لا يستجيب لي الرب. ان رعيت في قلبي اثما، واحد يقول انا بصرخ لربنا، بتصرخ لربنا لكن في خطية معينة غالية عليك وبتحبها جدا وما عندكش استعداد انك تتخلى عنها ابدا، مفيش استعداد مهما كانت الخطية غالية، مهما كانت الخطية عزيزة عندك. ربنا اللي هو عزيز اسرائيل بيقول لك مفيش اعز مني عندك، لان انا اللي مت من اجلك. يا حبيبي دي اغلى حاجة عندك، عينيك. حتى لما تقول فلان غالي عليا بتقول غالي عليا زي نور عينيا. العينين الغالية جدا يقول لك اقلعها، اقلعها، اقلع الجواهر، الجوهرة الغالية اللي هي عيني اقلعها، الرجل اللي بتمشيني اقطعها. يقول له اه، لان الخطية خاطئة جدا والميراث السمائي غالي جدا. لو بعت كل ممتلكاتك وجسدك وكل كيانك وكسبت اللؤلؤة السمائية تبقى كسبت كل حاجة، ولو كسبت الدنيا كلها بطولها وعرضها وكسبت صحتك وكيانك، لكن خسرت السماء تبقى خسرت كل حاجة. قول يا رب اسمع صوتي. يعني يا رب اسمع صوتي، يعني يا رب اكشف لي ضعفاتي اللي مخلياني، اللي مخلياك مش قادر تسمع صوتي. الله قدوس ولا يسمع الا الاصوات المقدسة، فاذا عشت في حياة القداسة، اذا قدمت توبة، ان توب افحص نفسك قبل ما تنادي ربنا، افحص نفسك وبعد كده ناديله، هيسمعك، هيسمعك على طول. قل يا رب اسمع صوتي، اكشف لي الحاجات اللي بخليني مش قادر اخليك تسمع صوتي، لان في حاجات الانسان بيبقى مش عارفها، في تصرفات معينة، في حاجات معينة بتخلي ربنا ما بيسمعش صوتك. احد الكتاب الغربيين
قال لما كنت بطلب اكرر صلاة ربنا في اي طلب من الطلبات، وبعد ما اكرس الصلاة للطلب من الطلبات ابص الاقي الرب استجاب في نفس اليوم. اطلب الطلبة ربنا يجاوبني، اصلي من اجل واحد مخطئ الرب يستجيب في الحال، اصلي من اجل خدمة او نهضة معينة الرب يتعامل في الحال. فبيقول رحت بلد من البلاد، وبعدين حكولي عن مشكلتين ثلاثة، فاخدت المشكلتين الصعبين وقعدت اصلي لربنا، وكل ما صلي كل ما المشاكل تزداد، كل ما صلي كل ما المشاكل تزداد. انا اتضايقت جدا، ايه يا رب انت مش راضي تسمعني ليه؟ هل الناس دول وحشين؟ ليه مش راضي تسمعني؟ قال لك وفي الاخر رحت مكرر الصوم، قلت له يا رب انا عايز تقول لي ليه انت، ايه العائق اللي مخليك مش راضي تستجيب للناس دول البعاد وعايز تجيبهم، مش راضي تتعامل معاهم ليه؟ وبعدين وهو نايم بالليل جاله صوت وقال له فاكر لما كنت جاي للخدمة انت ميلت على مطعم من المطاعم علشان تاكل، وواحد مر عليك وقال لك انا ما اكلتش، قلت له ما معيش فكه ومشيته وما اكلتوش. من يسد اذنيها على صراخ المسكين يصرخ ولا يستجاب، يصرخ ولا يستجاب. قال له سامحني يا رب انا فعلا كان ما معيش فكه. قال له ما معكش فكه، قعد ياكل معاك في اللقمه اللي انت بتاكلها انت وهو، لكن هو عايز ياكل وبيقول لك جعان، ليه تسد اذنيك؟ علشان كده بيقول له يا رب استمع صلاتي. اوعى لما تقول له يا رب استمع صلاتي يعني العيب في ربنا، لا ده انت بتقول له اكشف لي العائق اللي انا حاطه. طبعا هو انت لما تكون بتتكلم في تليفون مع واحد والعدة بتاعت صاحبك التاني كويسة لكن المكالمة مش واصلة، والعدة بتاعتك كويسة، العدة دي تمام والعدة دي تمام والمكالمة مش واصلة، يبقى في ايه؟ في حاجة في السلك، في قطع، في اتساخات فصلت السلك عن بعضه، في قاذورات سيطرت على حياة الانسان، في شر امتلكت، في ادانة سيطرت عليه، فيك حد من اجل اخ او اخت من الاخوات، في عدم محبة، فيه اهتمام بالعالم، في اخيرا انك قد تركت محبتك الاولى. حتى ترك المحبة الاولى بتخلي ربنا يصعب عليه. قل له من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعاتي. في مزمور من المزامير يقول له امل يا رب اذنك واستمعني، لكن هنا يقول له لتكن اذناك ودانك الاثنين، لتكن اذناك. طب ايه الفرق بين الودن والودنين؟ الودن يعني جنبه، لما واحد يبقى قاعد جنب واحد ويكلمه يميله، لكن الودنين يعني معناها في المواجهة، ودي مطلوبة ودي مطلوبة، المواجهة مطلوبة والجنب مطلوب. جعلت الرب ايه؟ امامي، ده بودانه لايه؟ الاثنين، لانه عن ايه؟ يميني، دي بودن ايه؟ بودن واحدة. هو عن يمينك ولا قدامك؟ الاتنين مع بعض. امامي يعني هدفي، عن يميني يعني قوتي،
لان الكلام تعبيري، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع، يعني هو هدفي وهو القوة اللي بتوصلني الهدف، هو القوة السامعة وهو الهدف اللي بيوصلني بسماعه. لتكن اذناك مصغيتين. ربنا يقول لك شوف بقى، انت وقحت نفسك ورديت على نفسك. ايه يا ربي؟ الكيل الذي به تكيل يكال لك ويزداد. لما ودانك الاثنين تصغي ليا انا هصغي لصوتك. ما هذه استجابه الاعماق. الاولى مراعاه الاثم والخطيه، الثانيه دراسه الكتاب وكلمه الحياه الابديه. كلمه الحياه الابديه لتكن اذناك مصغيتين. يقول لك ماشي، وانت كمان تنصت، تنصت او تصغي. مش بنقولها خفوا بخوف من الله وانصتوا او اصغوا لسماع الانجيل المقدس. ايه اصغي يعني؟ يعني تخلي ودانك كله في الكلمة. لما تحط ودانك في الكلمة، الكلمة تدخل صوتها عالي زي الرعد، زي البوق. يوحنا لما كان في الضيقة في الاعماق يقول انا يوحنا اخوكم وشارككم في الضيقة، يعني في اعماق التجربة، يقول سمعت ورائي صوت كصوت بوق. صوت ربنا كصوت بوق. في واحد يحضر القداس ويسمع الانجيل وتيجي تقول له في اخر القداس هو الانجيل كان بيتكلم عليه، يقول لك مش فاكر. يا مش فاكر الانجيل كان بيتكلم عليه؟ لا مش فاكر. اهو كلام ربنا بيقول كلام ربنا. ليه؟ لان الكلمه ما هزتوش. صوت البوق، عارفين كلمه بوق يعني ايه؟ البوق ليه اسم تاني في اللغه العبريه، اسمه ايه؟ اسمه صور. عارف كده كلمة صور؟ صور، يقول لك يضرب بصوت الصور او البوق. وجت منها كلمة صرافيم او سرافين، يعني الملاك المبوق، طغمة السرافيم، صور. وجت منها كلمة صورتني، لما واحد يزعق في ودن التاني يبص لها جسمه اترعش اتهز، فيقول له يا اخي انت صورت وداني، وطي صوتك، صوت يصور. هل كلمة ربنا بتهزك؟ هل كلمة ربنا بتهز كيانك؟ هل كلمة ربنا بترعش عظامك؟ هل كلمة ربنا؟ ارميا النبي اختبر كلمة ربنا. عارفين بيقول عنها ايه؟ كلمة ربنا كنار، كلمة الله كنار ايه؟ حارقة، وكمطرقة تحطم الصخر. هل كلمة ربنا عبر عن نار بتحرق كل شهوة جواك؟ وهل كلمة ربنا عبر عن مطرقة بتحطم في الانسان العتيق المسيطر عليك؟ هل كلمة ربنا هكذا؟ لتكن اذناك مصغيتين. يقول لك انا مستعد اصغي لك، بس علشان اصغي لك اصغي لي، وعشان اسمع صوتك شيل الشوائب او شيل العوائق اللي بيني وبينك. ان كنت تراقب الاثام يا رب يا سيد من يقف، ان كنت هتعاملنا بحسب شرورنا بحسب تصرفاتنا، مين في البشرية يقدر يقف يتحاكم قدامك؟ مين؟ مين يقف؟ مين يقدر يقول ان انا اقف واتحاكم قدام عدالة الله؟ ان كنت هتراقب الاثام
ان كنت ادعمني بحسب تصرفاتي. دي وصيتك واسعة. دي وصيتك اقل حاجة بتقول من قال لاخيه يا احمق يعني يا وحش يستوجب نار جهنم. يبقى انا استوجب ايه اذا كنت هتعاملني بحسب هذه الوصية؟ لا. عندي كده واقول لك لا كرحمتك يا رب وليس كخطيانا. مش ممكن تيجي تقول انا بقيت كويس، انا الحمد لله دي الملائكة مش طاهرة قدامك يا رب، دي ملائكتك بتنسب لها حماقة. ان كنت للاسام راصدا يا رب يا سيد. كلمة رب معناها ايه؟ معناها سيد. كلمة رب يعني ايه؟ سيد. فبيكررها مرتين، بيكررها مرتين. فبيقول له ان كنت للاسام راصدا يا رب يا سيد من يقف. احسن واحد عجبني داود النبي، خدها من قصرها وقال له اسمع، هما كلمتين هقولهم لك، تغلب اذا حكم. هتحاكمني انت اللي هتغلب. يبقى ديني بقول لك نتيجة المحاكمة، فما تنصبش محكمة من الاول ووفر. عايز تغلب يبقى اعتبر نفسك غالب. انا ما عنديش استعداد ادخل في محاكمة لان مخطئ ومجرم واخطأت الى الرب. اقرع صدرك مع العشار وقول له اغفر لي انا عبدك الخاطي. انحني بركبك وراسك قدام ابوك السماوي وقول له اخطأت للسماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. مزق قلبك، ابكي بدموع قلبك قبل دموع عينيك على كل تصرف تصرفته زعل المسيح منك. ابكي على هيكل الله اللي انت افسدته، ابكي على صورة المسيح اللي انت شوهتها، ابكي وارجع وقول له من الاعماق صرخت اليك يا رب. لكن اوعى تيأس، لان فعلا ربنا ما بيرصدش الاثام. هل الله يرصد الاثام؟ ابدا 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 ما يرصدش الاثام ولا الخطايا ولا الغلطات. شوف واحد زي ايوب غلط في ربنا، غلط ولا ما غلطش؟ ايوب غلط، غلط في ربنا. اول غلطة ان شق هدومه. طب ما يشق هدومه يعني معناها ايه؟ طلع من دينه وشال التراب، وبعد كده فاء لنفسه فرجع على طول في الحال وقال الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مبارك. وربنا يجي يقول للشيطان شوف عبد ايوب مفيش حد زيه، راجل كامل ومستقيم. طب لما كامل يشق هدومه؟ لا دي حاجة بسيطة، انا برصد الاسام. سارة لما ربنا قال لابراهيم هيكون لك ناس، عملت ايه سارة؟ ضحكت. عارف يعني ايه ضحكت؟ يعني بتتريع على كلام ربنا، زي ما يكون ربنا قال نكتة، نكتة تضحك، يعني كلام مش كلام فاضي. ويقول له مراتك ضحكت وتقول له تكذب، تقول له ما ضحكتش. طب مش دي اسام ودي خطايا؟ هل رصد لها الخطايا؟ لا. اقرا في رسالة العبرانيين اصحاح 10 و11 بتوع الايمان يقول ايه؟ بالايمان سارة اخذت قدرة على انشاء نسل. بالايمان سارة، بإيمانها الست اللي ضحكت. لا دي بسيطة، هو أنا للأسام رصد؟ مش للأسام رصد. هو الرب يسوع مش كتب عنه أنه أحب خاصته حتى إيه؟ المنتهى. مين اللي أحبه؟ ده الكلام ده بيقوله بعد ما قال له بطرس هتنكرني 3 مرات. لكن كون هينكر له دي زحزحت محبة ربنا ثانية؟ أبدا. احبهم حتى المنتهى، وعارف ان كلهم هيتخلوا عنه، وعارف ان بطرس هينكره،
وعارف ان توم هيشك فيه وعارف كل ده، وفي الاخر يقول لهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، ما تخافوش، انا احببتكم حتى المنتهى، انا هموت من اجلكم. يبصوا لهم كده الخوافين اللي خانوا العشرة، اللي خانوا العيش والملح، اللي سابوه يتصلب لوحده، اللي الستات اصبحوا احسن منهم بكتير، ويبص لهم ويقول لهم لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. ان كنت للاسام راصدا يا رب يا سيد، من يقف؟ مين يقدر يقف؟ مين يرفع راسه قدام عدالتك؟ مفيش حد، لان عندك المغفرة لكي يخاف منك. ايه بقى جملة في ناس تستغرب تقول الجملة دي انا مش قادر افهمها؟ لا دي سهلة جدا، لان عندك المغفرة لكي يخاف منك. لما يكون واحد وتغلط في حقه كتير، وحقه ان ياخد حقه بان يقطع رقبتك وينهي عليك، وانت متأكد من كل ده، وتيجي داخله علشان يخفف العقوبة، ياخدك في حضنه ومش يغفر لك وبس، لا يقول لك انت ابني، ومش يقول لك ابني وبس، يقول لك انت وريثي، ومش يقول لك وريثي وبس، يقول لك انت هتاخد صورتي، وانت هتبقى ملك وتبقى كاهن وتبقى وارث مع المسيح. مغفرة تدي مخافة في القلب، مش تدي استهتار، لان عندك المغفرة لكي يخاف منك. اصل فيه الناس نوعيات، واحد يغفر لواحد قم يستهتر، يا عم ما ربنا بيسامح. لا حبيبي، دي طول انات الله تقتدك للتوبة. خلي عندك مخافة، واحد يعاملك بلين تحترمه اكتر، وواحد يعاملك بلين تستهتر بيه وتدوسه. لا، اذا كان الله عنده المغفرة لانه بيحب، والحب ده يخوف ولا ما يخوفش؟ الحب يخوف. تقول ازاي؟ اقول لك لان الحب بيصحبه غيرة، مفيش حب من غير غيرة، وربنا بيحبكم قوي وفي نفس الوقت ايه؟ بيغير عليكم قوي، لان الهكم اله غيور. فاذا كانت المحبة قوية كالموت وفعلا مات من اجلك، فما تنساش ان الغيرة قاسية كالهاوية، يعني لو استهترت بالحب غيرته هترميك في الهاوية. عشان كده بولس قال الجملة بتاعته اللي انتوا حافظينها، كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاص هذا مقداره. يسوع هيقف على باب حياتك السنة كلها، عمرك كله من الاول للاخر، وهيقرع الباب ويفضل يخبط ويخبط ويخبط لغاية اخر لحظة من حياتك. لكن انت في الاخر هتيجي في لحظة واحدة تخبط ما يرضاش يفتح لك. الرحمة طويلة لكن الانتقام قصير. يقول لك سنة مقبولة للرب ويوم انتقام. لأكرز بسنة مقبولة للرب وبإيه؟ ومش سنة انتقام، سنة مقبولة وسنة انتقام، لا، سنة مقبولة للرب وإيه؟ ويوم انتقام.
لكن دلوقتي بيقول مش يوم، احنا مش في يوم الانتقام قربنا عليه، لا ده احنا قربنا على اخر ساعة في اليوم ده. عشان كده يقول لك قد جاءت ساعة غضب الخروف، مش يوم انتقام، ساعة كمان انتقام. يعني اليوم يختصر لايه؟ لساعة. وعارفين الساعة هتختصر لايه برضو؟ للحظة. تقول لي جبتها منين؟ جبتها من المزمور، الرب يبيدهم بايه؟ بنفخة فيه. النفخة دي تاخد قد ايه وقت؟ نفخ، نفخة فيه، نفخة من فمه يبيدهم، لان عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. انا منتظرك وحفضل منتظرك لغاية ما تستجيب. صليت في الماضي وحصلي وهصلي وهصلي لغاية ما يحصل التغيير في حياتي، ومش هبطل صلاة لحظة. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، ما تخلوش يسكت، صلي. صلي بلجاجة، هو طلب كده، ولأجل كثرة لجاجتك يستجاب لك. قل له انتظرتك يا رب. صحيح تقدر تقولها دلوقتي؟ انت منتظر ربنا؟ لا. انا لو وقفت كل واحد فيكم واتكلم بصراحة واقول له كل واحد انت منتظر ايه، هلاقي الاف الانتظارات. اللي منتظر شهادة، اللي منتظر مشروع، اللي منتظر جوازة، اللي منتظر مشكلة تتحل، اللي منتظر مكسب معين، اللي منتظر عامل معين. مين فينا منتظر الرب؟ مين فينا يقدر يقول له انتظرتك يا رب؟ انتظرت نفس الرب زي مين؟ زي المراقبين الصباح. تنتظر، ننتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح. مين دول المراقبين الصبح؟ مين؟ عارفين مين هم مراقبين الصبح؟ المرضى، المريض الليل بيبقى طويل عليه، وكل نص ساعة يقوم يبص، الألام تتعب جسمه وجسده، وزهقان والكل حواليه نايم، ولقى نفسه واحدة، ويقول الليل طول، امتى يجي الصباح؟ المراقبين الصباح. انتظرتك زي المراقبين الصباح، يعني عايش بألم وانا منتظرك. لو ما كنتش هتحل فيا مش هجد الراحة. مفيش راحة في حياتي، مفيش راحة. انا منتظرك، ودي اللي بتتغنى الكنيسة بيها، تقول وانا انتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الآتي. الانتظار ده اللي ختم به الكتاب المقدس اياته، امين تعالى. وهو يقول انا جاي سريعا، نقول له اتأخرت ليه؟ انا منتظرك زي الناس اللي بتراقب الصبح. امتى يطلع الصبح؟ اللي بيراقب الصبح كتار، المرضى يراقبوا الصباح، والخوفين يراقبوا الصباح. تصور واحد كده يكون خواف ويبات في شقة وحده في الليل الضلمة، ويفضل قاعد قالوا امتى يطلع الصبح، امتى يطلع الصبح؟ اصلي اول ما هتطلع الصبح الشمس البر تشرق، حينئذ تتبدد ظلمة الخطية اللي تعباني وقرفاني، هيروح الشر اللي ساقيني من كعاني، هتمسح كل دمعة في عينيا، هتديني حياة ونقاء. افدي يا يسوع اسرائيل من كل اسامة. الله قادر ان يبارك حياتنا ويمتعنا بشخصه، ويجعلنا ان ننتظر له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين.